يعيش في بلجيكا. كلوندستان بدون اوراق معناها ما عندوش قيمه في المجتمع سوى الاوروبي ولا الغربي ولا حتى الدوله من دول الجوار. عشت فتره معناها جديد وشفت ناس كيفاش يسافروا ما خرجوا حارقين ما غير اوراق وتعبوا ياسر، وفيهم ثم ناس لتوا عندهم حتى 20 و 25 سنه مازال يباتوا في الشارع وتشوفها كانها كلوشار معناها كان ازدياف ممسخ. ومن بعد كي تحكي معاه يقول لك نو فاتني الفوت. ثم 90% من الشباب العربي في السجون معناها على خاطر الهجره غير الشرعيه، كلها تخرج على الطريق تمشي الطريق الخطا وتمشي للحاجات المشبهيه للمخدرات وهذا احنا ما ننصحوش الشباب نتاعنا. نحبوا شبابنا يخدم ويتطور ويطور بلاده وهو بيده يعيش الحياه السعيده في بلاده او خارج بلاده، يحاول لماكسيموم يخرج بطريقه كما يقولوا فيها بعقد عمل باش يعيش العيش الكريم. اليوم نحكيو على الهجره. انت كمواطن تونسي من لهجتك هكايا نجم نتكهن اللي انت عايش البرا هكا ولا؟ صحيح، انا نعيش في بلجيكا. قداش عندك من سنه تعيش في بلجيكا؟ خرجت من تونس 94، عشت في الغربة أكثر من عمري معناها أكثر من اللي عشتها في تونس. كيفاش كان خروجك البلجيكي، سهل وإلا لقيت فما صعوبات؟ الخروج الأول كان طموح نتاع شباب نتاع صغر ومشيت وخرجت، ومن بعد اكتشفت بأن الإنسان ينجم يخدم حتى في بلاده كما هم مثلا في بلدانهم يعيشوا غادي عندهم الوطنية، حتى كي يبدأ ما يخدمش ما يهاجرش خاطر هو شعبه قبل ما يخدم الشعوب الأخرى. هي هذه الغلطة اللي احنا عشناها ونعيشوا فيها لليوم في تونس، نحبوا نمشي ونخدموا الشعوب الأخرى ونخلوا معناها للديمنستراتيف المستشفيات نتاعنا توسكي لابزوان المواطن التونسي نخلوها فارغة ونمشي ونخدموا بلايس أخرين، وهذه هي غلطة كبيرة ياسر. أنا ما ننصحش الشباب ينجم يخدم هنايا ويخدم بلاده ويشجع معناها بلاده ويحاول يفونسي في بلاده خير. باهي، نشوف في أغلبية الشباب التوانسة ديما يقول لك أنا كاها وسي قلقت لازم نخرج، أما الخروج نتاعو باش يكون بطريقة غير شرعية، شنو رأيك في الموضوع هذا؟ هذاك هو ديجا هي من المحرمات ديجا، خاطر ربي سبحانه وتعالى قال لك لا تدوا بأيديكم للتهلكة. معناها انسان ماشي منتحر معناها سواء حتى يوصل موش ومن بعد كي يوصل غادي باش يبقى بكلوندستان بدون اوراق معناها ما عندوش قيمه في المجتمع سواء الاوروبي ولا الغربي ولا حتى الدوله من دول الجوار. فالانسان يحاول اول حاجه كان يحب يهاجر للدوله من الدول خارج تونس يلزمه يعمل اول حاجه يكون كاليفي دبلوم سواء دبلوم تاع كما يقولوا فيها تاع قرايه ولا دبلوم تاع مهنه، ويحاول يخرج بكونترات ترافاي هكاك هو يأمن حياته خير ما يتعب ويتمرمد ويضيع حياته وعمره في بوغيان. انت كي خرجت لبرا خرجت بطريقه قانونيه ولا غير قانونيه؟ انا خرجت بطريقه قانونيه وعشت فتره معناها جديد وشفت ناس كيفاش يسافروا ما خرجوا حارقين ما غير اوراق وتعبوا ياسر، وفيهم ثم ناس لتوا عندهم حتى 20 و 25 سنه مازال يباتوا في الشارع وتشوفها كانها كلوشار معناها كان ازدياف ممسخ. ومن بعد كي تحكي معاه يقول لك نو فاتني الفوت، وهذه انسان ما يحاولش يضيع عمره خاطر الفي اتونسيون توجور. توانسه اللي قاعدين يطاويكا يخرجوا بطريقه غير شرعيه قاعدين يتمرمدوا، اما في نفس الوقت ما يرضاش انه هو يتمرمد في بلاده. لا هو في بلاده مش مرمد، هو خاطر الانسان وقتاش والانسان مثلا باش يمشي يوصل يحرق الا معناه كما نقولوا فيها سبل العيش تولي ناقصه. الانسان هو اول حاجه ما نقارنوش رواحنا بالافارقه خاطر مساكن هما ناسات ما عندهمش حتى طرف خبز ما ياكلوش. احنا الناس هنا كلها الحمد لله الناس ماكله وساكنه، اللي ما عندوش يسكن حتى مع ابوه ويحاول يافونسي بشويه يخدم كما انتوما كما احنا كما المجتمع التونسي يخدم بلاده ويافونسي، خاطر كان باش تمشي انت للخارج للبرا باش تمشي تتعب خاطر ماكش باش تلقى ناس تخدمك وباش يخدموك انت كنت تخدم باش
باش تعيش حتى وليت تخدم باش تاكل. وانت هنا عندك السبل اللي عايش في داركم ومع اهلك ومع فاميلتك ومع دينتك. حاول معناه الانسان ننصح ما يخرجش بدون طريقه غير شرعيه، راهي اكبر غلطه يغلطوا فيها الشباب التوانسه. وكي يمشوا غادي مساكن هو اكثريتهم في اوروبا، معناها ثم 90% من الشباب العربي في السجون، معناها على خاطر الهجره غير الشرعيه، كلها تخرج على الطريق تمشي الطريق الخطا وتمشي للحاجات المشبهيه للمخدرات وهذا احنا ما ننصحوش الشباب نتاعنا. احنا نحبوا شبابنا يخدم ويتطور ويطور بلاده، وهو بيده يعيش الحياه السعيده في بلاده او خارج بلاده، يحاول لماكسيموم يخرج بطريقه كما يقولوا فيها بعقد عمل باش يعيش العيش الكريم، مش هو يخرج من هنا الهروب من العيش الكريم يمشي للجحيم. هذه الغلطه وين؟